واحنا في الشرقيه سمعنا عن قصه الاستاذه نوها، قصه الحقيقه مش معتاده ان احنا نسمعها او نعرف ان في حاجه زي كده ممكن تحصل في بلدنا، بس خلينا نسمع منها وريد كده نفكر مع بعض ايه الحل في الموقف ده. ازيك يا استاذه نوها؟ اهلا بيك. انا اسف على اللي حصل واسف على اللي انت شفتيه، بس معلش يعني انا عرفت القصه بس عايزك تقوليها تاني عشان ما اكذبش عليكي، انا مش مصدق ان ده ممكن يحصل. ولا حد مصدق، يعني حضرتك مش لوحدك مش مصدق، الدنيا كلها مش مصدقه اللي حصل. يعني القصه بالظبط، انا من حوالي من شهر 3 اللي انت فات، متجوزه بقالك كام سنه؟ انا متجوزه بقالي 14 سنه. وكان عندك اي خلاف مع جوزك؟ عادي زي مشاكل اي زوجين في اي بيت. اتخانقتي مع جوزك من قد ايه؟ من فتره من معينه فتره عادي. وسبتي البيت؟ لا ما سبتش البيت اثناء الوضع ده، انا ما كنتش سبت البيت. طب احكي لي احكي لي اسمع منك انت. ها اللي حصل بالظبط من شهر 9 اللي فات تقريبا، اه ده بدايه انا تعبت. اه وطبعا تعبت واهمال ليا، ادى اللي انا قعدت شهر كامل. وبعد كده اكتشفت ان الزايده عندي عامله انفجار في بطني. اه طبعا لما ألف الزايده، سلام. الله يسلمك، الزايده انفجرت في بطني، فطبعا انا حصلت ليا مضاعفات كتير. قالوا لازم تعملها ليزر، والدتي عملت لي عمليه ليزر وروحتني على بيت جوزي. اه جوزي اهمل فيا وساء معاملتي انا ووالدتي ساعة لحد معاملتك يعني كان مش مقدر تعب. فعلا، وطرد والدتي من البيت، ويعني معامله سيئه طبعا. لحد جاي يوم الغيار، طبعا انا قعدت مثلا رحت غير عند الدكتور ورجعت قلت هرجع على بيت والدتي. طبعا انا قعدت في بيت والدتي بالظبط 3 ايام. بعد ال3 ايام في اليوم الرابع كان في اذان العصر الاسعاف واخدني جايبني هنا مستشفى الزقازيق الجامعي. اتحولت مستشفى الجامعه، قعدت شهر ونص في العنايه المركزه. ليه تاني مش عملتي العملية والحمد لله عملت بقيتي احسن؟ العمليه، بس لما الزايده انفجرت كانت عامله صديد جوه اه بطني، اوكي وكانت عملت نسبه تسمم كتير كبيره في بطني. الف سلام. الله يسلمك. سبتي ولادك مع جوزك سبت ولادي مع اللي هم جوزي مين بقى؟ اللي هم نجار وعبد الله ومحمود، 3 اولاد، بنت بنت وولدين. وولدين. والبنت عندها كام سنة؟ نجار عندها 12 سنه رايحه تانية اعدادي السنه دي، وعبد الله 11 سنه، ومحمود 10 سنين. وقعدت شهر ونص. قعدت شهر ونص في الجامعه، والزوج ما اتحركش من مكانه ولا سال ولا قال. وعملت عمليه استكشاف فتح بطن كامل، ودكاتره يعني معروفه، وطبعا استئصال من الامعاء وكده. وكانت حالتي سيئه جدا جدا لدرجه ان انا غيرت دمي. انا خدت 38 كيس دم. ألف كان كل سلامة يوم، ألف الله سلامة. يسلمك، كان كل يوم الناس يعني تيجي تتبرع بدم، وجوزي قاعد في البيت ومفيش مبالاه، آه وما سالش اساسا على مراته اللي نايمه في المستشفى. وبعد ما طلعت من المستشفى بحوالي شهر، وكان انا كنت بطلب ولادي وانا في المستشفى، ما كانش بيرضى يخليهم يجيبوهم، ما كانش بيرضى يخليهم اشوفهم. بعد ما طلعت بحوالي شهر تقريبا، جم ولادي ليا، كان يوم خميس بالظبط حوالي 17/3 او 16/3. طبعا ولادي قالوا احنا هنقعد معاك الخميس والجمعه والسبت والحد، هنروح المدرسه ونروح من المدرسه على بيت بابا. انا طبعا وافقت، ده اول مره ولادي يقولوا لي ما صدقت. طبعا راحوا مدرستهم طبيعي، انا بنتي عندها تبول اراضي من وهي صغيره من الخوف. فطبعا انا كنت ليه كان ليه ليه من الخوف؟ الخوف من والدها، لانه اسلوبه زعيق شخص ناطر على طول، ضرب فيها ضرب في اخواتها على هي طول، أكبر ولادك؟ هي اكبر ولادي. طبعا انا كنت بتحايل عليه كتير ان هو يعالجها، ما كانش بيوافق. فانا قلت هي فرصتي وهي عندي، انا اخدها لدكتور مسالك بوليه عندنا في ابو حماد واعالجها واشوف ايه اللي لازم، يعني ان دي بنته ما ينفعش. اه طبعا وانا عند دكتور المسالك البوليه، ده كان يوم 19/3 بالظبط، كان يوم سبت. اتفاجئت ان دكتور المسالك البوليه بيقول لي انا شاكك ان الطفله دي في بطنها جنين. في بطنها جنين 12 سنة. الدكتور هو اللي بيقول كده؟ طبعا الدكتور صراحه مش كان عارف يجيبها لي ازاي، وانا اتحولت لحاله انهيار تام فعلا، والدكتور كان قرار في خير وفضل شكيتي بقى ان يعالجني. حد يكون ضحك على لا بنت؟ انا شكيت اي حد غريب، ما جاش اه في بالي خالص ان هو ده يطلع ابوها. طبعا انا شو متاكده بس من كلمه ابوها؟ اصل دي كلمه كبيره قوي يا استاذه نوها. لا ما انا عارفه انها كبيره ومتاكده من كل الكلام اللي انا بقوله يا استاذ تامر. يعني اه انا اه معلش، يعني انا يعني صراحه انا هو ما يستاهلش كلمه حب اساسا. المهم انا الدكتور، انا يعني صراحه لان انا مش عارفه اتملك اعصابي ومش عارفه اتصرف ازاي، خلاني اتصل بدكتور صاحبه وقال له انا هبعت لك حاله، ده دكتور امراض نساء برضو عندنا، هبعت لك حاله اكد لها ممكن انا اطلع غلطان. قلت يا ريت تطلع انت غلطان في الكلام ده، في الوقت ده كله البنت مش عارفه اي حاجه. الدكتور كان بيخرجها بره، قال انا هتكلم مع ماما شويه، وهي برضو خرجت، وخرجت انا معاها وانا في حاله تانيه بس من غير ما البنت تكون عارفه هي فيها ايه.
طبعا لحد ما رحت عند الدكتور، الدكتور اكد لي انها حامل 4 شهور ونص. 4 شهور ونص. الفترة، بداية الفترة اللي انا دخلت فيها المستشفى بالظبط، وبعدين؟ من بداية فترة ما دخلت المستشفى. وبعدين؟ طبعا انا لما الدكتور قال لي طب انا يا دكتور اعمل ايه، اتصرف ازاي، ده الوضع الطبيعي، انا طبعا منهار. قال لي لا، انت تروحي الوالدة هو يتولى مسؤوليتها. فرحتي للأب. لا، وانا خارجه من عند الدكتور، هي البنت ما تعرفش اي حاجه لحد دلوقتي. انا قلت لها بصي، انا وانت بس لوحدنا، ما فيش معانا حد. الدكتور بيقول انت حامل، ده ازاي، انا عايزه اعرف. قالت لك ايه؟ البنت مش عارفه ترد تقول ايه اساسا، لانها مش عارفه حاجه، طفل 12 سنه، عارفه يعني ايه طفل 12 سنه؟ طبعا انا لما البنت مش عارفه ترد عليا قلت لها طب في حد وانت جايه، في مسافه بين البيت وبين المدرسه، وانت في المسافه دي حد اتعرض لك، حد مسك جسمك، حد عمل فيك اي حاجه وحشه؟ قالت لا. طبعا البنت مش عارفه انا الوضع فاهم، انا ازاي، فاهم، انا فانا فاهم. وضحت لها الوضع، قلت لها حصل يعني كده، قالت لي اه. قلت لها مين؟ يعني تصور اول ما نطقت قالت ابويا، يعني اول حوار ليها اول ما نطقت قالت ابويا، ما قالتش ابن الجيران، ما قالتش حد غريب. اه طبعا انا جالي ذهول، قلت انت متاكده انت بتقولي ايه؟ قالت ايوه. فطب عرفت ازاي؟ قالت قبل ما اجي ليكي ب 10 ايام بالظبط انا كنت نايمه وصحيت من النوم اتفاجئت ان هو بيعمل فيا كده، ولما شفته مسك لي السكينه وهددني ان هو يموتني لو انا اتكلمت. عملت ايه لما عرفت ده؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ خدت بنتي وطلعت على مركز قسم الشرطه طبعا بقى هنا هنا، طبعا وبلغت طبعا مسؤول القسم. طبعا. يعني يمكن في ناس كتير معترضه ان انا عملت كده، بس هو ليه ده الصح. ازاي متعملي؟ بيقولوا انت بتشهري ببنتك وبتفضلي لحد دلوقتي، بيقولوا انت ليه بتصوري، انت بتشهري بسمعه بنتك وبسمعه نفسك ليه؟ لا، ده مش تشهير، ده انا عايزه ارجع حق بنتي اللي ضاع. بنتي حياتها ضاعت، حياتها اتدمرت، طب يعني ثواني عايشه بس، انا ميته. خليك، انا معلش خديني بس كده بالراحه. فهو دلوقتي وحصل اللي حصل، الاب موقفه ايه والطفل ده راح فين؟ معترف، الاب معترف، اعترف، اعترف النيابه، اعترف في نفس اليوم، جاء في نفس اليوم النيابه، المباحث جابته في نفس اليوم اللي انا بلغت فيه. يعني شكر لرجال الداخليه ده، وبعدين اعترف، قال انا عملت كده صراحة بنتي. رجال الداخليه في اسرع وقت كان عاملين له ضبط واحضار وجه حالا. صراحه الداخليه عندنا قامت بالواجب وزياده، طب وبعدين؟ والشكر لنيابه ابو حماد كمان. طب والطفل فين؟ الطفل انا وديته هي ولدت؟ مرجعي. اه ولدت البنت، ولدت يوم 7/9 7/9 اللي اللي فات؟ فات، ده من كام يوم؟ ولدت قيصريه اه في مستشفى ابو حماد العام. جابت ولد ولا بنت؟ جابت بنت. والبنت دي فين؟ البنت انا وديتها دار رعايه. ملجا؟ ده رايك ليه؟ طب هجيبها اوديها فين يا ست؟ هجيبها تبقى البنت اختها ولا بنتها؟ هجيب لبنتي كارثتها كل يوم قدام عينيها؟ هجيب لها صدمتها كل يوم قدام عينيها؟ رجعت لدار الافتاء، موقف الطفله دي ايه؟ ما ده 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 يعني ايه اللي اتعمل فيه؟ الحكومه عامه في الوقت الحالي قالت لي ما ينفعش الطفله دي تنزل، لان دي قضيه لسه ما اتحكمش فيها، لازم الطفله دي تنزل. طب يا جماعه انا الطفله دي هيبقى وضعها ايه فيما بعد؟ بالظبط. قالوا انت لو مش عايزاها اخت بنتك ولا بنتها؟ او طب دي بنت هتبقى اختها ولا بنتها؟ ما انا مش فاهمه، انا عايزه افهم الوضع دلوقتي هيبقى ماشي ازاي؟ قالوا انت لو مش عايزاها الدوله بتتكفل الحالات اللي زي دي. وجوزك فين ده بقى؟ حمل قال قال زنا محارم معروف، جوزك فين بقى؟ ايه بقى موقفه بقى؟ هو محبوس. معترف. بس معترف. اعترف في المباحث واعترف في النيابه ومعترف. وفي كام قوة العقلية. يعني ما لدرجة إن والدته دلوقتي بترفع محامين وبتحاول تجيب تقارير مزورة إنها تثبت إن هو مريض نفسي، بس لا، هو مش مريض نفسي. هو مش مريض نفسي، احنا اللي بقينا مرضى نفسيين من اللي هو عمله. انا ولادي اللي بقينا مرضى نفسيين من العمل، احنا بنتعرض لتنمر كتير جدا في حياتنا. بنتي مش عارفه تخرج الشارع، بنتي رافضه تكمل تعليمها، الناس اللي بتقول انت بتشهري ببنتك، بشهر بايه؟ انا بوصل لكم بنتي حالتها ايه؟ وبوصل لكم بنتي بقى فيها ايه؟ عارفين يعني ايه طفله 12 سنه يتفتح بطنها وتلد قيصريه؟ عارفين يعني ايه طفله 12 سنه مش عايزه تروح مدرستها؟ عارفين يعني ايه طفله 12 سنه عايشه ميته؟ ده اللي انا بوجهه للناس وبوجهه للدنيا كلها. عارفين يعني ايه كل ده؟ مفيش حد حاسس بالحرقه اللي انا فيها. مفيش حد حاسس باللي انا فيه. يا ريت كل واحد يحط نفسه مكاني وهو هيعرف انا بتكلم ازاي. انا ما عنديش حاجه اقولها لك، ربنا يلطف بينا، ربنا يلطف بينا، وربنا في عون بنتك. ايه ده؟
طب انا معلش يعني، ودلوقتي الاب بقى موقفه ان هو مسجون اكيد طبعا يعني، ده وفي قضيه وهيتم الحكم فيها الحكم، وهننتظر قرار نيابه. الحكم بعد بكره 27 تسعة، بعد بكره المفروض ان القضيه تحكم بعد بكره 27 تسعة، يعني من 3 ل 9 لسه القضيه ما حكمتش لحد دلوقتي. معلش انا معلش يعني، خديني على قد عقلي كده، هل ظهر ده من الاب قبل كده؟ هل كان ليه لا. اسلوب كده؟ هل هو بيشرب حاجه؟ ايه؟ لا ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. انت كنت تقف معاه تكلمه، يكلمك في الدين والاسلام والقانون ويقول لك يعني عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه. يا استاذ ايمن، يا استاذ تامر، ده معلش ده نجار موبيليا، باب وشباك واوض نوم، يعني ده راجل في قمه ذكاء عاليه جدا، يعني بيجمع خشب في بعضه يطلعه اوضه نوم. ده مش ذكاؤه مش قليل، ولا ان هو ما بيفهمش. ربنا معاكي، ربنا معاكي، وربنا يا رب يلطف ببنتك، ويا رب يعني يا رب يا رب اللي جاي يكون هين في حياتها. يا رب. انا بشكرك، انا بشكرك، انا بشكرك.